وفي هذا الشرح الجديد على مدونة المتقدم من المعلوميات، في هذا الشرح الجديد إن شاء الله والذي سوف أشرح لكم فيه طريقة تحميل فيديوهات اليوتيوب بسرعة كبيرة جدا وكذلك بجودة عالية جدا. فكما تعلمون هناك مواقع كثيرة جدا في الانترنت تتيح لك تحميل فيديوهات اليوتيوب وكذلك تحويل صيغ الفيديوهات من على اليوتيوب إلى صيغة الصوتيات، ولكن عندما تقوم بتحميل هذه الفيديوهات فاعلم أنك سوف تقوم بتحميلها بجودة ضعيفة جدا. ولكن في هذا الشرح إن شاء الله سوف أريك طريقة تحميل فيديوهات اليوتيوب بطريقة سهلة جدا وكذلك بجودة عالية جدا، وكذلك يمكنك تحويل صيغ الفيديوهات إلى صيغة الصوتيات مثل MP3 وتقوم بتحميلها على جهازك الشخصي من دون الحاجة إلى أي موقع. إذن أولا تذهبون إلى الرابط الذي سوف تجدونه في أسفل الفيديو وتقومون بتحميل هذا الملف. إذن بعد أن تقومون بتحميله تضغطون عليه مرتين ثم تنتظرون قليلا. وسوف تفتح لكم كما ترون النافذة بهذا الشكل، تضغط على كلمة Next هنا ثم راح يتم مباشرة تثبيت البرنامج على جهازكم الشخصي. لذا أنا سبق أن قمت بتحميل البرنامج على جهازي الشخصي فلا داعي لأن أقوم بإعادة تثبيته مرة أخرى. إذا بعد انتهاء من تثبيت البرنامج سوف يعطيكم أيقونة بهذا الشكل كما ترون، سوف يعطيكم أيقونة بهذا الشكل فور الانتهاء من تثبيت البرنامج على جهازكم الشخصي. إذا تضغطون على الأيقونة مرتين ثم كما ترى سوف تفتح لكم نافذة بهذا الشكل كما ترى، تضغط على كلمة Advanced Setting الخيار الثاني هنا كما ترى، تضغط على كلمة Advanced Setting كما ترى. إذا بعد الضغط عليها سوف يأتيك مجموعة من الخيارات، تذهب إلى الخيار الأول كما ترى الخيار الأول وتقوم هنا بالضغط عليه وتختار جودة الفيديو الذي تريدها للفيديو عليه الذي تريد أن تقوم بتحميله. فمثلا أريد أن أقوم بتحميل فيديو فتذهب وتضغط على كلمة MP4 1280 في 720، هذا هو أفضل جودة. ولكن إذا أردت أن تقوم يعني تغيير الجودة إلى جودة أفضل أو جودة يعني ليست هذه الجودة فاختر أي جودة تريدها من هنا. أنا شخصيا أفضل MP4 1280 في 720، إذا تختار هذا الاختيار ثم بعدها تضغط على كلمة OK. إذا بعد الضغط على كلمة OK سوف يحولكم إلى صفحة بهذا الشكل. إذا الآن نتوجه إلى الفيديو الذي نريد أن نقوم بتحميله من على اليوتيوب. لذا نتوجه الآن إلى اليوتيوب، مثلا أريد أن نقوم بتحميل هذا الفيديو مثلا في قناتي على اليوتيوب. إذا تذهب إلى الفيديو وتقوم بنسخ رابطه الخاص كما ترى، تنسخ رابط الفيديو بالكامل ثم ترجع إلى البرنامج وتضع هنا رابط الفيديو الذي قمت بنسخه من على اليوتيوب. بعدها تختار هنا لديك خياران، تختار الخيار الأول وهو خيار خاص بتحميل الفيديوهات من على اليوتيوب، أو تختار الخيار الثاني الخاص بتحميل الفيديوهات من على اليوتيوب وتحويلها إلى صيغة الصوتيات يعني صيغة MP3 على جهازك الشخصي. إذا مثلا أنا سوف أتركها يعني صيغة الفيديوهات، أريد أن أقوم بتحميل هذا الفيديو أتركه بصيغة الفيديوهات الخيار الأول ثم تضغط على كلمة داونلود. إذا كما ترى الآن يتم تحميل البرنامج أو عفوا تحميل الفيديو من على جهازي الشخصي كما ترى، يتم الآن تحميل الفيديو من على جهازي الشخصي. تنتظر قليلا لحين يتم الانتهاء من تحميل هذا الفيديو على جهازك الشخصي. لذا بعد ذلك يمكنك أن تذهب إلى هذا الخيار الأول كما ترى، هذا الخيار الأول Select the Extension Folder تضغط عليه، ثم في هذا الخيار يمكنك اختيار المكان الذي تريد أن تقوم بتثبيت الفيديوهات عليه. فمثلا إذا قمت بتحميل الفيديوهات من على اليوتيوب عن طريق البرنامج أو كذلك قمت بتحميل فيديوهات من على اليوتيوب حولتها إلى صيغة الصوتيات، تختار المكان الذي تريد أن تقوم بالتثبيت أو تحميل هذه الملفات عليه. فمثلا أنا سوف أختار ديسكتوب يعني سطح المكتب ثم تضغط على كلمة OK. يعني الآن عندما أقوم بتحميل أي فيديو سوف يتم عندها مباشرة يعني تحميله على سطح مكتبي الخاص وأقوم باستعماله على سطح مكتبي الخاص. إذا مثلا إذا أردت كذلك أن تقوم بتحميل الفيديو بصيغة الصوتيات تنسخ رابط الفيديو بالكامل من على اليوتيوب ثم ترجع كذلك إلى البرنامج
وتضع هنا رابط الفيديو. بعد ذلك تضغط على الخيار الثاني كما شرحنا مسبقا Download as MP3 يعني تحميل بصيغة الصوتيات. بعدها تضغط على كلمة داونلود. كما ترى الآن يتم تحميل هذا الفيديو بصيغة الصوتيات على سطح مكتبي الخاص. إذن الآن تنتظر لحين يتم تحميل هذا الفيديو أو هذا الملف الصوتي. إذن أرجو أن يكون قد نال إعجابكم هذا الشرح، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح.